ازيكم؟ ولسه بنتكلم عن ازاي نعيد ابتكار انفسنا، ازاي نغير من نفسنا علشان نحقق حلم ما، عشان نوصل لحاجة معينة. المرة اللي فاتت اتكلمت عن المرحلة الاولانية والاهم والاطول، وهي مرحلة التخطيط. انا عايز ابقى ايه، وازاي هقدر اوصل للي انا عايزه ده. وقلت لكم ان في كذا طريقة اللي ممكن نحدد بيها احنا عايزين نبقى ايه. الطريقة الاولانية ان احنا نشوف حد ناجح او حد فيه الصفات او بيعيش الحياة اللي احنا نفسنا فيها، ونشوف هو عمل ايه، ونحاول ان احنا نصل للي هو وصل اليه. الطريقة التانية هو ان احنا نعمل جرد لحياتنا، ايه اللي بنحبه في حياتنا وايه اللي ما بنحبوش، ايه جوانب حياتنا المختلفة اللي احنا نفسنا نحسنها، وايه حلمنا ان هذا الجانب هيبقى شكله ايه، وان هذه الحياة هيبقى شكلها ايه. ونبتدي نكتب كده خطوات 1 2 3 4 عشان اوصل للحياة اللي انا نفسي فيها دي، ايه اللي مفروض اعمله. وقلت لكم ان احنا ممكن نستعين بالصور، ونستعين بالحاجات اللي بنشوفها على الفيسبوك والحاجات اللي بنقراها، في ان احنا نعمل تصور وتخيل، واللي سميناه الفيجن بورد، تابلو، لوحة بتلخص كل حاجة نفسي تكون موجودة. بعد ما عملنا مرحلة التخطيط دي، الخطوة التانية اللي برضو لا تقل أهمية يعني عن الخطوة السابقة، وبرضو لا تقل أهمية أو لا تزيد أهمية عن الخطوة اللي جاية، كل الخطوات اللي هتكلم عنها مهمة. الخطوة دي هي ان احنا نغربل حياتنا. يعني ايه نغربل حياتنا؟ ننظفها، نعمل لها ديتوكس. حياتنا مليانة بالأشخاص والأشياء، ومخنا مليان بالأفكار. الحاجات دي والأشخاص دول والأفكار دي مش بتساعدنا إن احنا نوصل للي احنا عايزينه، بالعكس دي ممكن تكون بتشدنا لتحت، يقول لك جايبني ورا. كل واحد فينا نتاج الأشخاص اللي بيتعامل معاهم، احنا نتاج تربية أبهاتنا وأمهاتنا، احنا نتاج البيئة اللي اتزرعنا فيها، احنا نتاج الاشخاص اللي قررنا ان احنا نصاحبهم ويبقوا اصحابنا، احنا نتاج تعاملاتنا مع الناس الاخرين، احنا نتاج الحاجات اللي بنقراها وبتتحول لافكار جوانا، احنا نتاج للكلام اللي بنسمعه من الاخرين وبرده بيأثر على افكارنا. عشان اعيد ابتكار نفسي واتحول لحاجة تانية، حاجة أفضل، حاجة أحسن، لازم يبقى اللي موجود في حياتي، سواء أشخاص، سواء أشياء، سواء أفكار، يكون بيخدم الحلم بتاعي اللي أنا عايز أحققه وبطمح إليه. طيب تعالوا نمسكهم، مفيش حاجة أسهل من حاجة، كلهم على نفس الصعوبة وكلهم محتاجين نفس الاهتمام. يمكن بأسهل حاجة الأشياء اللي حوالينا. أبسط حاجة، في حوالينا كراكيب كتير، هل الحاجات دي بتفيدني؟ هل الحاجات دي بتساعدني إن أنا أوصل للي أنا عايزة أوصل له؟ لا، اللي ما ينفعش يساعدني في الوصول للي أنا بطمح إليه نتنازل عنه، نديه لحد، نرميه، خلاص بيبقى ثقل، بيمص الاكسجين اللي حوالينا، بنعرفش نتنفس، بنعرفش نفكر، ما بيديناش البراح اللي احنا محتاجينه. احيانا بنتعلق باشياء بتفكرنا بحاجات مش كويسه في حياتنا، نبص نلاقينا عندنا حاجات ما بنحبهاش. يعني لو حد فينا مسك هذا الشيء، انا ما بحبش ده،
انا ما بحبش التابلو ده، انا ما بحبش الكرسي ده، انا ما بحبش الهدوم دي. لما بيبقى حوالينا حاجة ما بنحبهاش، ده له تأثير سلبي علينا حتى لو احنا ما فكرناش بدون تفكير، هو قاعد جوانا. ممكن يكون شيء معين بيفكرنا بشخص احنا خلاص ما بنحبوش، او شخص اذانا، او شخص ضايقنا، خلاص تنازل، تخلى عن الحاجات بتاعته دي. الاشياء نيجي بقى للافكار. شوف افكارك، شوف معتقداتك، شوف الحاجات اللي انت مؤمن بيها، شوف الكلام اللي كان بيقوله لك والدك وبتقوله لك والدتك وبيقوله لك اصحابك. هل الكلام ده اللي تحول لافكار ومعتقدات في دماغك بتخدمك ولا لا؟ الافكار دي بتخدمك ولا لا؟ الافكار دي بتحقق لك ما تطمح اليه ولا لا؟ ابسط حاجه دايما سمعنا من ابهاتنا وامهاتنا، اجيب لكم منين، اسرق يعني. فده بيحط جوانا احساس ان الحصول على الفلوس صعب، ان الحصول على الاستقرار المادي صعب. بابايا دايما كان يقول اصل انا عامل مع الفقر كنتراته. هي كلمه مضحكه نكتة، لكن لما فكرت فيها لقيت ان تأثيرها سلبي عليا وعلى افكاري. وفي مثلا شخص ما قال لي في يوم من الايام انت فاكرة نفسك حلوة، زعزع ثقتي في نفسي، لان حكاية الشكل ده مهمة قوي بالنسبة للبنات والستات. بيقولك انت لو قلت لابنك 6 مرات انت غبي انت غبي انت غبي، كأنك بتزرع جواه ان هو غبي. لما نيجي نتكلم عن ولادنا، او لو احنا كنا بنسمع ابهاتنا وامهاتنا بيقولوا ايه عننا مع الاخرين، والكلام السلبي والكلام والشكوى اللي بتتقال بتزعزع ثقتنا في موضوع نفسنا. الأفكار ده وغربلة الأفكار من أهم الحاجات اللي احنا نعملها لنفسنا عشان نعيد ابتكار أنفسنا، لأن الأفكار دي هي اللي بتزرع جوانا مشاعر الخوف، مشاعر التردد، مشاعر القلق. هي اللي بتحط جوانا أنا شخصية ما بتحبش، أو أنا شخصية ما ينفعش أنجح، او انا شخصيا ما ينفعش يبقى معايا فلوس، او 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 كل ده مفروض نغربله في المرحله دي. نيجي بقى لتالت حاجه، واللي تعتبر من اصعب الحاجات احيانا واسهل الحاجات احيان تانيه، الناس اللي حوالينا، البني ادمين، الاشخاص اللي موجودين في حياتنا لازم نغربلهم. في ناس احنا مجبرين عليهم، ما ينفعش اغير ابويا، ما ينفعش اغير امي، ما ينفعش اغير ولادي، ما ينفعش اغير قرايبي. لكن في ناس ممكن نغيرهم. الناس بتتطلق كل يوم، الناس بتخسر اصدقاء كل يوم، الناس بتمنع تعاملاتها مع اشخاص معينه كل يوم. الاشخاص اللي موجودين في حياتي باختياري هم دول اللي لو لقيت ان هم مش بيخدموا المرحلة الجاية في حياتي هو اللي مفروض اتخلص. ناس ما اقدرش، ابويا، امي، قرايب، نحد التعامل معاهم. واذا ما حدناش هذا التعامل نحط قواعد للتعامل. زي مثلا هروح عند حماتي، انا حماتي متوفية الله يرحمها، بس يعني هروح عند حماتي وهسمع كلمتين ملهمش لازمه منها. انا ما اقدرش اتخلص منها، ما اقدرش اتخلص من الدور اللي هي بتلعبه في حياتي، ولكن اقدر ما اديهاش القوه انها تغير حياتي او تنغص حياتي او تاثر على اصدقاء. انا في فتره من الفترات كان في حياتي مجموعه من الصديقات، كنت لما بقعد معاهم بروح البيت زعلانة متضايقة، ما كنتش بحب الكلام اللي بيتقال،
بس كنت بفكر الله طب وبعدين، يعني هقطع مع دي واقطع مع دي، ودي مش عجباني عشان كذا، ودي مش عجباني عشان كذا، مش هيبقى عندي اصحاب. لقيت الإجابة الوحدة خير من جديس السوء. ولما ابتديت ده ربنا عوضني بأصحاب تانيين ليهم فكر تاني وليهم مبادئ تانية، وبقت القعدة معاهم مبهجة وبتعلم حاجات. كان صعب، كان صعب جدا ان انا اقطع علاقتي بالمجموعة دي، وكنت فاكرة انها هتبقى كارثة في حياتي، لكن ربنا أبدلني خير. شوف أصحابك لما يبقى عندك حلم وتبقى عايز تعمل حاجة، وبدل ما يشجعوك يضيعوا وقتك ويضيعوا فلوسك ويضيعوا صحتك ويبعدوك قوي 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 عن اللي انت عايز توصله. من الحاجات المشهورة لما كنا في المدرسة ان كانت أمهاتنا تقول لنا ما تذاكرش مع فلان أو ما تذاكريش مع فلانة، دول بيضيعوا وقتك. مهم جدا إن إحنا لو اخترنا إن إحنا نقضي وقت مع شخص ما يكون الوقت ده مفيد أو على الأقل مش مضر، وإن الوقت ده ما ينتهيش إن هو يكون ضاع. ضياع الوقت ده وباب، أنت دلوقتي عندك 19 سنة ولا 20 سنة حاسس ان الدنيا كلها قدامك، لكن انا عايزة اقولك ان ما تفكرش كده. ما تفكرش ان انت النهاردة عندك 20 سنة، متوسط الاشخاص دلوقتي بقوا بيوصلوا ل70 سنة، قدامي 50 سنة. لا، انت وانس ان انت وصلت لل40 بتخش في مرحلة تانية، جسمك بيتغير، افكارك بتتغير، وجودك في السلم الوظيفي بيتغير. بص لكل مرحلة على انها ديدلاين، مش ان انا لسه قدامي الوقت. لا، انت قدامك 10 سنين عشان تبقى 30 سنة. لما يبقى عندك 30 سنة مفروض تكون حققت ايه؟ مفروض يكون في ايه في حياتك؟ كنت بكلم احد الاشخاص وقال لي ان هو نفسه انه يلف الدنيا. قلت له عن تجربة، قلت له لو عايز تعمل حاجة فيها أدفنشر، فيها حركة، فيها متطلبات جسدية، أعملها دلوقتي. ما تفكرش إن أنت قدامك لسه 50 سنة، ممكن أروح هنا بعدين وهنا وهنا وهنا. لا، أنت لسه قدامك فرصة، وبيسموها الأوبرتيونيتي ويندو، كأن نافذة بتفتح وتقفل. الفرصة دي بتديك وقت محدد، جسمك بيبقى له قوة معينة، الناس اللي حواليك، مسؤولياتك. فكر في المرحلة دي وخطط لها، وبعدين خطط للمرحلة اللي بعدها لما توصل لها، وهكذا. شوف مين الأشخاص اللي حواليك، شوف بيعلموك حاجة كويسة ولا بيعلموك حاجة وحشة. احنا كائنات مقلدة، احنا زي القرود. الأطفال الصغيرين بيقلدوا اللي علموه لهم باباهم ومامتهم والأولاد التانيين، واللي بيشوفوه في التلفزيون، واللي بيشوفوه على السيلفون، بنقلد. أنا أكيد في حد في حياتي كنت معجبة بيه، بيتكلم بطريقة معينة، بيفكر بطريقة معينة، شخص أو أشخاص هم اللي ساهموا في تشكيل شخصيتي. لما بقرأ حاجة، الكتاب ده مش حاجة مبهمة، الكتاب ده يعني كاتب، يعني بني آدم وراه، يعني المرحلة دي مرحلة مهمة جدا جدا، عاملة زي تنفيض العيد. مش لما بيخش علينا العيد بننفض البيت، دي تنفيض الحياة. المرحلة دي محتاجة قرارات، قرارات حاسمة. الشلة دي مش كويسة، مش هروح تاني. ايه يا ابني تعالى، انت فين؟ ده في كافيه مش عارف ايه، ده في شويه بنات هنروح نقابلهم، ده في كذا وكذا وكذا. لا معلش، اصل انا مشغول. ايه فيك ايه بتاع ايه؟ لا معلش، اصل الحاجه بقى مدبساني في حاجه وبتاع ومش عارف ايه، ولازم ابقى معاها. واقعد، اقعد ذاكر، اقعد اقرا، اقعد اتعلم. هات لك بروجرام من على يوديمي واتفرج عليه وتعلمه. اقعد اعمل مشروع. روح الجيم،
في صحتك. فكر كده، اصل الاصحاب دول نقعد بقى ندخن نشرب سجاير، واحيانا السجاير بتبقى ملغمه بحاجات تانية وحاجات مش عارف ايه، لا اصل دول روح نعكس البنات والكلام ده. فكر كده، فرحت لك شويه، انبسطت شويه، قعدت 3 4 ساعات قضيتهم مش عارف ايه، وصلوك لحلم؟ لا. فادوك بحاجه؟ لا. طب ضروك؟ خليك صادق كده مع نفسك، خدوا من صحتك، خدوا من مجهودك، خدوا من صحتك النفسيه، خدوا من استقرارك النفسي. فكري كده في الصحبات والصديقات والناس اللي في حياتك، بيعاملوكي ازاي، بتعمليهم ازاي، بيعلموكي ايه، بتعلميهم ايه، بتنجزي معاهم ايه، بتوصلي معاهم لايه. ما تخافوش، ما تخافوش ان انتوا تقطعوا حد من حياتكم ما دام مضر ليكم، او على الاقل خلوا العلاقه ليها حدود معينه. انا ما بشجعكوش ان احنا ما نوصلش رحمنا وما نسالش على الناس المهمه في حياتنا، لا مش ده اللي انا بقوله. اللي انا بقوله ان احنا ما نسمح لهمش انهم ياثروا على حياتنا تاثير غلط. الموضوع صعب ومش سهل، لكن لو فعلا فعلا عايزين نعيد ابتكار حياتنا ومرينا بالمرحله الاولانيه وهي ان احنا خططنا، يبقى لازم بقى نوصل بقى لايه، للمرحله الصعبه دي، ان احنا نغرب حياتنا ونعمل تنفيضه العيد في حياتنا.